يلا بينا على الراديو 99 وبنكمل معاكم كلام عن المنتجات والخدمات اللي رواد الأعمال بيقدموها في موسم الصيف واحنا بنصيف. وطبعا سؤالنا يا رضوى، ايه الحاجة اللي لا يمكن تنساها وانت رايح تصيف؟ وطبعا جت لنا رسائل كتير ولسه بتتوالى علينا الرسائل، سواء على صفحة الراديو 99 على فيسبوك او من خلال الرسائل 199. ومن الحاجات اللي فعلا مهمة جدا جدا الايام دي الكوبايات الورق، جدا اسهل بكتير بقى، مش هنقعد نغسل الكوبايات وكمان في ظروف كورونا احنا محتاجينها قوي قوي. وفعلا زي ما انتي قلتي يا رغدة، اسهل بكتير بدل ما نقعد واحنا رايحين على البحر واخدين معانا كوبايات وممكن حاجه تتكسر ولا حاجه. لا، الكوبايات الورق مفيش اسهل منها، مع وقت كورونا كمان بقينا محتاجينها جدا جدا. فعلشان كده يعني في مشروع رائع جدا اسمه كوبايتي، مؤسسه معتز محسن هو ضيفنا على التليفون دلوقتي، هيحكي لنا ازاي قرر انه يعني يصنع كوبايات ورق وقد ايه هي مفيدة فعلا لينا كلنا، سواء واحنا على البحر حتى او يعني واحنا في حياتنا العادية دلوقتي طبعا مع وقت كورونا بقينا محتاجينها جدا جدا. يا معتز مساء الفل. مساء الفل يا معتز. مساء الفل، ازيك يا واخده؟ ازيك يا غدوه؟ احنا تمام زي الفل. احكي لنا بقى كوبايتي جات لك الفكره ازاي وامتى وايه اللي حصل؟ تمام، كوبايتي اتعملت علشان الوقت اللي احنا كنا فيه زي ما انت قلتوا كده كان وقت صعب. احنا كنا اوريدي شغالين بيبر كابس فتره، بس لما الوقت ده كان يعني فكرنا شويه ازاي نسهل على الناس ان هم يبقى معاهم عبوه شكلها شيك وخامتها كويسه ومصنوعه كمان من ماتيريال صحيه جدا ويسهل ان هم يتحركوا بيها في اي مكان. عملنا برين ستورمينج كتير جدا وشفنا الماركت محتاج ايه، وطلعنا بالشكل بتاع كوبايتي اللي الحمد لله موجود دلوقتي بالكالرز بتاعته اللي الناس كلها مبسوطه بيها، بحيث ان هي يقدر يخلص العميل يستخدمها في اي مكان، يروح بيها يتحرك بقى في المصيف معاه، في البيت، في شغله، في اي مكان هو حابب يشرب فيه المشروب بتاعه. هي بتستخدم مره واحده بس يا معتز؟ وان يوز يعني؟ هي وان يوز طبعا. طبعا عشان ده مهم جدا برضو، وفكره يعني ان احنا نبقى بنستخدم الحاجه وضامنين انه هتستخدم وتترمي لما خلاص ما نبقاش محتاجينها. بالظبط، هي دي كانت اهم حاجه كمان، لان ده الشكل يعني كمان الشكل اللي طلعنا كان مختلف شويه عن اي شكل في السوبر ماركت او اي مكان، بحيث ان احنا نضمن سلامه المنتج، ما حدش يمسكه حتى او يلمسه غير العميل او حد هو يمسحه. يعني دي كانت نقطه مهمه قوي واحنا بنشتغل على الباك بتاعنا، ان هو اول حد يلمسه هو العميل، وحتى ما يخلص العميل استخدام دي واحد يعني كوبايه او اثنين او ثلاثه حسب استخدامه يعرف يقفلها تاني، ما تتضربش معاه، ما تتلوثش، ما فيش اي حاجه تقدر تيجي عليه. جميل جدا. طب انا عايزه اخدك لورا شويه كده بالزمن يا معتز، وتقول لي ازاي قررت تسيب وظيفتك وتبدا المشروع، وكان رد فعل اللي حواليك ايه لما قلت لهم انا هعمل مشروع كوبايات ورق واسيب وظيفتي الثابته اللي بقبض منها مرتب كل شهر؟ يعني عملوا فيك ايه؟ تمام، طبعا زي اي حد بيبقى الموضوع في معارضه كتيره جدا من الاول، لاني بتعملي حاجة مش معروف نتائجها ايه لسه، او كلها على الورق في دراسات الجدوى بتاعتها، كلها تفكير، كلها يعني لسه بتستي كل حاجة في السوق. فطبعا كانت الناس لا مقصودة جدا، اولهم اهلي طبعا كانوا متخوفين من الموضوع جدا، بس الحمد لله بقى بعد كده ما بتشوفي خطواتك وان انت بتنجحي واحدة واحدة، السبورت بيجيلك من اهلك، من مراتي، من كل اللي حواليك بقى بيبدأ. يعني نفهم من كده ان هي اكتر واحده شجعتك؟ مراتي. طبعا. طب حلو قوي. حلو. طبعا ده لحد النهارده كمان. طيب حلو جدا جدا. ربنا يخليكوا لبعض. طيب وهل هي ممكن كمان يعني تاخد رايها في الكوبايات في شكلها؟ اكيد اكيد، احنا اي ديزاين بينزل الاول باخد كل اراء المحبين، وكمان احنا الفتره الجايه لما يبقى في اشكال جديده نازله هناخد راي الناس كمان عن دي الفتره الجايه، ان الناس هتحط الديزاين اللي هي عايزاه على الكاب بتاعها، لان بيبقى في تفاعل حلو قوي من الناس واحنا عايزين نعمله ان هم محتاجين.
يعني كل واحد يختار الشكل او التصميم اللي هو عايزه. انا عايز عليه اسمي مثلا فتعمل لهم، او شركة مثلا او مصنع عايز كوبايات ورق، فانت بتحاول توفر لهم التصميم اللي هم عايزينه. مظبوط. ولكن طبعا هي اسمها كوبايتي، فقصة كوبايتي دي يعني انت كده عملت براندنج لكوبايات الورق، فده مهم جدا جدا الجزء ده في ريادة الاعمال. فاحكي لنا بقى، يعني انت لقيت المنافسة شديدة، في ناس كتير بتعمل كوبايات ورق، فانت قررت تعمل براندنج لكوباية الورق؟ هو ده حقيقي، هو ده اللي حصل، ان احنا لقينا في وقت ما في السوق في الشغل بتاعنا، خصوصا وقت ما ظهرت الكورونا والناس ضغطت على استخدام الكوبايات الورق، دي حقيقة. اللي حصل ان السوق كله غالبا يعني بقى بينفق تقريبا الكوباية الورق او بيصنعها، ولكن احنا اخترنا طريق اصعب شوية واطول، ان هو لا احنا هنعمل اسم الكوباية، لان ده مش موجود في السوق خالص. احنا الوحيدين النهاردة الحمد لله ممكن حد يخش يسأل كوبايتي موجودة هنا او لا، فده خد وقت ومجهود وتكلفة كبيرة جدا عشان تطلعي او تسمي كوباية باسم، مش يعني فكرة جديدة خالص، فكرة على فكرة جديدة ان الكوباية يبقى مكتوب عليها ده كمان بالظبط، يبقى ليها اسم. بس كان اهم عندنا من ان الكوباية يبقى مكتوب عليها كوبايتي، ان الماتيريال كمان تبقى صحية 100%. انا كنت عايز اسالك عن النقطه دي يا معتز، لانه واحنا بنستخدم الكوبايات الورق احيانا بنلاقي الماتيريال مش يعني مش الكوبايه، تحس انها مش متماسكه قوي، فيها مشاكل يعني، تحس انها تتكسر بسهوله. ازاي قدرت تتغلب على الحاجات دي والتحديات دي؟ لانه زي ما انت بتقول انت يعني مشروعك ممكن نشوف حاجات كتيره شبهه. ده حقيقي، الفكره كلها في ان احنا وقت البحث عن الماتيريال كويسة دي جدا، لان طبعا الماتيريال دي كلها بتيجي من بره، فاحنا بحثنا كتير جدا على انسب حاجة واجود حاجة وبسعر مناسب كويس برضه للعميل في الماركت بتاعنا، بحيث ان احنا نعمل بالانس بين الاثنين. وبفضل الله لقينا ان اجود ورقة موجودة كمان يقدر يعيد نوعات، يعني يعيد تدويرها معانا عشان نحفظ البيئة طبعا، وكمان كمان الالوان المستخدمة اللي بنطبع بيها الاكواب من مواد غذائية، احبار غذائية، عشان ما تأثرش على المشروب او تتفاعل معاه، او ان الشخص اللي بيشرب يقدر يلوث بقه او حاجه. فالحمد لله ده كان كله وقت ومجهود طويل، قعدنا حوالي اكتر من 6 شهور بنبحث في الماركت عن الحاجات دي عشان تطلع بالماتيريال بالشكل اللي الناس شايفاه الحمد لله لحد النهارده. حلو قوي. طب انا عايزه اقف عند نقطه يعني معاد تدويرها او ممكن اعاده تدويرها، ده معناه ان ممكن نلاقي مثلا على كوبايتي انه استبدل الكوبايات القديمه بالكوبايات الجديده، او خد نسبه مثلا، هل في خطتك تعمل كده؟ والله هي بلان موجوده، وبلان موجوده كمان في وقت قريب احنا نلاقي. احنا طبعا ممكن ما نكونش نقدر احنا بنفسنا نعمل المصنع بتاع اعاده التدوير الخطوه دي، لان دي خطوه ممكن يعني مهمة جدا، بادجت كبيرة. بس في مصر دلوقتي طبعا وزارة البيئة عاملة شغل كويس جدا في موضوع اعادة التدوير ده، وفي مصانع اوريدي بدأت تشتغل، فاحنا يعني بنحاول نوصل لاتفاق معاهم ان احنا لو قدرنا نعمل كده نستبدل طبعا نستبدل من الناس الكوبايات المستخدمة، وبحيث ان هنفيد العميل وفي نفس الوقت احنا نقدر نستفاد ان احنا نعيد تدويرها في منتجات ثانيه. خلاص احنا هنتابع معاك يا معتز ونعرف وصلت لايه في الخطوه دي، لانها مهمه جدا جدا. وطول الوقت طبعا كل ما تعملوا ان شاء الله انجاز جديد اكيد هنتواصل معاكم، واكيد اكيد كوبايتي موجوده في الساحل وفي البحر الاحمر وفي كل حته ان شاء الله. في كل حته باذن الله ان شاء الله. نشكرك جدا معتز محسن مؤسس كوبايتي، شكرا على وجودك معانا. ميرسي جدا. شكرا. وفعلا كمان احنا حاطين لينك صفحه كوبايتي على بالضبط. صفحه الراديو 9090 على فيسبوك، ادخلوا وشوفوا كده بقى التصميمات بتاعه الكوبايات الورق، حلوه جدا حلوه جدا، وليها علاقه جدا بالصيف. وازاي يا رضوى ان انا ممكن من يعني فكره صغيره اعملها مشروع واشتغل طبعاً. وانجح